العجينة كوب زبدة، كوبين طحين وربع كوب مي. للحشوة بنحتاج لأربع صفار بيض، ربع كوب نشا، 2 كوب حليب وفانيلا، 3 كوب سكر، 200 جرام شوكولاتة بيضة، و3 معالق كبار مربى فراولة. للويجي بنحتاج كيك فانيلا جاهز وعلبة قشطة. دلوقتي التارت هقول لكم في السريع ازاي بيتعمل. احنا بنخلط ال زاكي غادة من هنا والشفا. بنخلط ال طحين مع الزبدة، بس ازاي فرق؟ يا اما في المكنة اللي كده دي، اوكي؟ بس يبقى عامل زي الرملة، الرمل كده مرمل. بنبتدي نضيف له شوية شوية مية، تقريبا 6 معالق، لغاية ما يبقى عندي عجينة بتلف. اوكي بس باخدها وبفردها، بحطها في القالب بتاع التارت، وبحط عليها نايلون، وبملاه كله بأي حبوب عندي، ممكن عدس، ممكن فاصوليا حمراء، ممكن رز. خلاص، وبدخله الفرن تقريبا 3 ساعة، وبعدين بشيل الرز من قلبه وبرجع تاني احطه عشان خاطر يحمر. هذا الحكي عملناه احنا على الهواء، عملناه كتير عشان هيك ما بدنا نعمل. عملناه يمكن 3 مرات او 4 مرات. فاول حاجة هعملها هحط تقريبا يعني نقول 3/4 الكمية اللي عندنا على النار تسخن. وهخلي الكمية دي عشان أقلب فيها النشا. تمام كده، أوكي. هحط ده على النار وهخليه يسخن، بيساعد أكتر. طيب هناخد دلوقتي السكر اللي عندنا زي ما اتفقنا، وهحط هنا نصه، وهحط نص التاني مع الصفار اللي عندي، وهقلبه كويس. تمام كده، تمام. طيب هناخد النشا اللي عندنا وهنحطه مع الحليب، وبرضه نقلبه. لازم طبعا يكون السائل اللي محطوط مع النشا بارد. اوكي، انا خايفه الوقت ياخدنا. طيب دلوقتي احنا كده دوبنا النشا، تمام. اوكي، انا مش هحطه غير اخر حاجه علشان ما اضطرش اقف عليه كتير اقلب فيه. اوكي، هنحط النشا اللي عندنا هنا وهنبتدي نقلب مع التقليب طبعا. اوكي، وبعدين هناخد شويه من، شايفه ازاي ابتدى يتخن؟ هناخد شويه من الخليط اللي عندنا ده وهحطه على البيض، لاني عايزه اعمل له تمبر، عايزه انزل درجه حرارته بالظبط، اعليها شويه. اوكي، علشان خاطر لما تتحط على الحليب السخن ما تتصدمش. اوكي، تمام كده. ودلوقتي نرجعه هنا مع التقليب، وطبعا هنحط معاهم الفانيلا. اوكي، دي دقيقة على النار وهتكون تمام. خلاص اهي ابتدت تغلي، وزي ما انتم شايفين ناعمة جدا. خلاص دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هطلعها بره، وهجيب الشوكولاتة البيضة اللي عندنا، بدنا احنا كامل يكون؟ لا الا حتة، لان دي 250 واحنا عجبنا 200، لازم ال 50 هاي القيمة نحطها.
شوفي صعب الحلويات يعني كتير بتبقى دقيقة في العيارات. نعتبر دي 50. ايه رأيك؟ خليها نتسلى عليها بعد البرنامج. خلاص هنخليهم هنا لغاية ما يسيحوا. يعني هي طبقة كاسترد وبعدين طبقة فراولة. حطينا تحت مربة فراولة. اوكي وبعدين انا بس هحط لها دلوقتي شوية كريمة على الوش. ايوه على الجناب كده. دايما بقول ابتدوا يعني باعداد قد بعض علشان خاطر الكريمة ما تخدعكوش وتلاقوها خلصت وانتوا مثلا في نص الدايرة. صح. بصوا البيبات دي كملي يا لولو لو سمحت عشان انت بتساعديني. قرري غاده بدك مساعدتي. البيبات دي زي بتاعه التحاليل كده، دي بتتجاب هي طالعه كده حركات في عالم الديزرت، فبناخدها وبنحط فيها اي العصير اللي احنا عايزينه. فانا هنا حاطه عصير فراوله. شكرا على المتابعة وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد.